قوائم انسيرت. قوائم انسيرت اول حاجه بلاقي فيها موضوع ان انا اعمل لينك ريفيت، يعني اعمل لينك بين الشغل اللي انا شغال عليه ومشروع ريفيت، كاني بعمل اكسريف في الاوتوكاد. او ممكن اعمل لينك مع ملف اوتوكاد، امسك ملف اوتوكاد واخليه مرجع وموجود عندي في قلب اللوحه ومرتبط بالملف الاصلي، بحيث لو غير حاجه اي حاجه في الملف الاصلي يظهر التغيير ده عندي. تمام. بلاقي بعد كده دي دبليو اف مارك اب، ده ملف ممكن افتحه بالاوتو ديسك ديزاين ريفيو واحط علامات مراجعه عليه ككلاود او كذا، بحيث انا عايز اعلق على اللوحه مش عايز اعدل فيها حاجه، مجرد بس ان انا بقول للمهندس او الرسام عدل لي الحته اللي ديت. تمام. بلاقي حاجه اسمها دي سيل، دي سيل ديت لابد يكون عندي سطح سيرفيس. تمام. واخد انا صوره مثلا معينه واروح حاططها على السيرفيس دوت. ماشي. بعد كده بلاقي امبورت كاد، ده كأني بعمل ادراج لملف الكاد عندي بحيث ان هو غير مرتبط بالملف الاصلي، الملف الاصلي مبقاش موجود، ده امبورت كاد. بلاقي بعد كده امبورت جي بي اكس ام ال، ده صيغه احد الملفات اللي بتحتوي معلومات جامده جدا، بتفيدني لو انا شغال على برامج هاب، لو انا شغال عايز استخدم معلومات مرتبطه بالمشروع دوت، ده حاجه اسمها امبورت جي بي اكس ام ال، وده صيغه جرين، صيغه للتبادل بين بين البرامج، يعني بحيث ان انا مثلا عايز اخد معلومات المشروع من الريفت واحطها في مشروع تاني، او اخد من مشروع تاني احطها في الريفت، الجي بي اكس ام ال ده بيساعدني ان انا اتبادل بين البرامج. تمام. بلاقي انسرت ايمج عايز زي الاوتوكاد، بلاقي حاجه اسمها لود فاميلي، لو انا عايز احمل فاميلي من اي مكان سواء انا عندي على الجهاز او انا حملتها من على النت او معموله باي حاجه، بقول له فاميلي وحمل الفاميلي ده بحيث يشتغلوا معايا في المشروع. عمرو سليم.